هذا الفيديو هو محل بحث واجتهاد في علوم الفلك وتحليل وتفسير لما يحدث في الكون من حركات كونية وفلكية بين الكواكب بعضها البعض والنجوم وما يوازيها من أحداث تحدث على كوكبنا الأرض، أخذين في الاعتبار أنه لا يعلم الغيب إلا الله مالك السماوات والأرض وما بينه، وكل ما نقدمه اجتهاد شخصي قد يصدق وقد لا يصدق، وعلى الله التوكل. برج الجوزاء، في الحالة العاطفية عندك تغيير في العلاقة العاطفية، ربنا يستر عليك لأنك في علاقة كرمية وروحانية كمان عشان تتعلم منها دروس. ربنا يستر على دروسك ونظرتك للشريك اتغير، فخلي بالك وافتكر ان انا قلتلك. في الحالة الصحية خلي بالك على صحتك شوية، لأنك لو دخلت المستشفى هتعاني من وجع جيبك كمان. في الأسرة العائلة، أما في الأسرة يا أخويا ربنا يعينك، شوية خلافات كلها على الفلوس. قطيع في السفر خلي بالك من أحلام هيكون فيها سفر كتير، ابقى تقل يا أخويا هدوم. والنصيحة مني سيبك من الوحدة والعزلة اللي انت فيه. في العمل شوية مشاكل في الشغل بسبب التأمينات والضرايب وشوية الفلوس المتأخر. قلبي معك يا أخويا، شكلك هتبقى من مطاريد الجبل. طاقة الإبداع، عندك حب يا أخوي للروحانيات والتواصل مع العوالم الأخرى، والنبي خايف عليك تقلب كائن فضائي.